بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله حناخد المحاضرة التاسعة في مقرر كيمياء فيزيائية 4، وهي تعتبر تكملة للمحاضرة الثامنة. طبعا نحن قسمنا معادلة شرودنجر في 3 ديمنشن إلى 3 معادلات، الأولى والثانية والثالثة. تو نبغى نحل كل معادلة بروحها وكأنها معادلة في 1 ديمنشن. نجود المعادلة الأولى. المعادلة الأولى هي عبارة عن ماينس اتش تربيع على 8 باي تربيع الام في 1 على فاي اكس في دلتا تربيع الفاي اكس على الدلتا اكس تربيع، والكلام هذا كله بيساوي الاي اكس. لو ضربنا المعادلة هذه في الفاي اكس شنو حيصير عندنا؟ حتجد عندنا ماينس اتش تربيع على 8 باي تربيع الام في دلتا تربيع الفاي اكس على الدلتا اكس تربيع، وبتساوي الاي اكس في الفاي اكس. طبعا المعادله هذه الحل متاعها عن طريق شرودنجر عطانا الحل، قال ان الفاي اكس شن بتساوي؟ بتساوي اي ساين الان اكس باي اكس على ال، والاي اكس بتساوي ان تربيع الاكس في اتش تربيع على 8 ام ال تربيع. طبعا هنا عندنا الان اكس عبارة عن عدد صحيح 1 2 3 الى اخره. تمام. المعادلة الثانية هي عبارة عن ماينس اتش تربيع على 8 باي تربيع الام في 1 على فاي واي دلتا تربيع الفاي واي على الدلتا واي تربيع، والكلام هذا كله بيساوي اي واي. نفس الكلام حنضربها في الفاي واي. لما اضربها في الفاي واي حيجد عندنا المعادلة هي ماينس اتش تربيع على 8 باي تربيع الام في دلتا تربيع الفاي واي على الدلتا واي تربيع، والكلام هذا شن بيساوي؟ حيساوي الاي واي فاي واي. كذلك الحل متاعها الفاي واي حتجد عبارة عن اي ساين الان واي باي واي على ال، والاي واي اتطرف الاتجاه واي هي عبارة ان تربيع الواي في اتش تربيع على 8 ام التربيع. نجو نحل المعادلة الثالثة. نفس الكلام، ماينس الاتش تربيع على 8 باي تربيع الام في 1 على فاي زد في دلتا تربيع الفاي زد على دلتا زد تربيع، والكلام هذا نفس ما قلنا بيساوي الاي زد. لو جينا ضربنا المعادلة في الفاي زد شن حيجد عندنا؟ حيجد عندنا الماينس اتش تربيع على 8 باي تربيع الام في دلتا تربيع الفاي زد على الدلتا زد تربيع، ويساوي الاي زد فاي زد. كذلك السوليوشن متاع المعادلة هذه حيجد عندنا الفاي زد حيساوي من؟ حيساوي الاي ساين الان زد الباي زد على ال، والاي زد حتجد بتساوي ان تربيع الزد اتش تربيع على 8 ام ال تربيع. ونفس ما قلنا الان عبارة عن ارقام صحيحة 1 و2 و3. طيب نحن لو جينا للمعادلة هذه او الثلاث معادلات هذين وسحبنا او جمعناهن مع بعض، يعني خليناهن في معادلة واحدة، حتجد عندنا بالشكل هذا ان الاي توتال او الاي الكلية هي عبارة عن اي اكس زائد الاي واي زائد الاي زد. شن حيعطينا؟ حيعطينا عبارة عن ان تربيع الاكس زائد ان تربيع الواي زائد ان تربيع الزد
مضروبة في ال H تربيع على 8 M L تربيع. وهذا هو القانون اللي نحسب فيه الطاقة في ال 3 dimension. هناخده عليه مثال توضيحي. طبعا المثال شنو يقول؟ يقول ان ال N2 غاز، اهو مثال واضح قدامكم، ال N2 غاز، غاز النيتروجين ان اكس كيوبك، يعني في اكس كيوبك يعني في مكعب اكس، الاكس كونتينر طول الضلع بتاعه اوف 1 لتر هافينج دايمنشن اوف، طول الضلع هو 0.1 متر. كالكوليت ذا انرجي اوف ذس غاز، احسب طاقة هذا الغاز، وعطانا الكتلة 4.65 في 10 ماين 26. بما ان قالنا اكس كيوبك في مكعب، معناه بنستخدم قانون الطاقة في المن في ال 3 دايمنشن. هذا قانون الطاقة اللي عندنا، ان تربيع الاكس، ان تربيع الواي، ان تربيع الزد، في الاتش تربيع 8 ام ال تربيع. طبعا هنا ما عطاناش قيمة الان، فما عوضناش بها، خلينا زي هي. لكن لو عطاني الان بواحد، معناه حاجد نعوض بواحد، عطاني اثنين حنعوض باثنين كل مرة تربيع، وعطاني ثلاثة حنعوض بثلاثة كل مرة تربيع. الاتش تربيع ثابت بلانك، طبعا القيمة ذينا ثابتة 8، والكتلة عطاها لنا والال بوينت واحد متر، حيطلع عندك من الناتج واحد بوينت، القيمة هذه مضروبة في 1.2 في 10 ماينس 40 جول. وقفوا عند هنا، وإن شاء الله نكملوا في محاضرة